ثلاثة أصناف أقسم الله ألا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. الشيخ الزاني رغم سنه اختار طريق المعصية، الملك الكذاب الحاكم الذي يمتهن الكذب ويضل شعبه، الفقير المتكبر الذي يعيش في فقر ولكنه يتكبر على الآخرين. وهناك ثلاثة لا تقبل صلاتهم ولا ترفع فوق رؤوسهم شبرا، وهم من يؤم قوما وهم له كارهون، وامرأة ينام زوجها وهو غاضب عليها، وأخوان متخاصمان. أما عن الذين يبشر ظهورهم باقتراب الساعة فهم المهدي المنتظر والمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. المنجيات الثلاث التي تنقذك من عذاب الله يوم القيامة هي العدل في الرضا والغضب، والتوازن في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن. اللعنة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم سواء. ومن الأسرار التي وردت في القرآن الكريم ذكر يوم الجمعة ويوم السبت، ولم يكن هناك بشر قبل خلق آدم عليه السلام فهو أبو البشر. ومن الأفعال التي لا يموت صاحبها حتى يفعلها، إذا عير الإنسان أخاه بذنب فإنه لا يموت حتى يفعل مثل ما عيره به. أما عن الخزائن التي لا تنفد فهي خزائن الرزق، والله هو الرزاق الذي لا حد لعطائه. ويأتي السؤال: من هم الذين يقبل الله توبتهم؟ الذين يتوبون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وهناك أفعال منهي عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة تقبل لمن أتى عرافاً وسأله عن شيء. ومن هي المرأة التي تموت مرتين؟ هي الأم التي يموت ابنها قبلها فتشعر وكأنها قد ماتت مرتين. أما فيما يتعلق ببعض الأحكام، يجوز للمرأة أن تجلس مع حماها أو أخي زوجها بشرط أن يكون هناك ثالث لدرء الشبهات. يجوز للمرأة قراءة القرآن دون حجاب إلا إذا كانت في مكان يحتمل أن يراها الأجانب. حلق اللحية وقصها محرم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشوارب وإعفاء اللحية. صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن نام عنها تجب عليه فور استيقاظه. صلاة ركعتي الفجر عند قضائها تكون قبل صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السفر للمرأة بدون محرم لا يجوز شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. شارك هذه الأحاديث مع أحبائك لعلها تكون سببا في زيادة العلم والمعرفة، وتبصرنا أكثر بديننا وأحكامه.